الواحد مع أحمد ملا طلال. السلام عليكم. وزير النفط العراقي جبار العيبي أعلن بيان اليوم أن التوقيع على مذكرات التفاهم والتعاون بين العراق والسعودية يمثل حدث مهم ونقلة مثالية بالعلاقات بين البلدين، خصوصا مجالات النفط والطاقة. البيان صدر بمناسبة مشاركة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بمعرض البصرة للنفط والطاقة، ومعلوم أن الوزير السعودي وصل برفقة 22 شركة سعودية و66 شخصية من رجال الأعمال. جبار العيبي أوضح أن المذكرات الموقعة شملت محاور عديدة، منها الاستثمار والتعاون والتصنيع والشراكة وتوريد المواد الأولية ومستلزمات البنى التحتية والأنابيب والخدمات الفنية والصناعية وحفر الآبار والتطوير وغير ذلك. أما وزير الطاقة السعودي خالد الفالح فأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الأشقاء بالعراق، وأشار أن الشركات السعودية المهمة راح تفتح فروع بالعراق من أجل تحقيق المزيد من أطر التعاون الثنائي وتوسيع لحجم الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والتصنيع والتوريد. الفالح أضاف أنه التعاون بين العراق والسعودية ما اقتصر على التعاون الثنائي فقط، إنما شمل تنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف في منطقة الدول المصدرة للنفط أوبك. الذبانة خلتني أقرأ المنظمة منطقة. هذا الملف الاقتصادي المهم أثار انتباهنا، أما ملفنا لهذه الليلة فهو إدارة كركوك، دزينة من السنوات وواقعان. اللي يريد يفتهم شلون الأمور جاي تمشي بكركوك يقدر يخلي خارطة المدينة والمناطق التابعة إلها على الحائط، وجواها يكتب المعادلة الآتية: التركمان زائد العرب اللي يردون حل مجلس المحافظة لا يساوي البارتي زائد اليكتي اللي يردون إقالة راكان الجبوري. شرح المعادلة بسيط: بالطرف الأول التركمان والعرب يريدون حل مجلس المحافظة، لأنه باعتقادهم هذا المجلس يمثل المعادلة الظالمة اللي تمتد من انتخابات 2005 والغاية 16/10/2017، اليوم اللي سيطرت به بغداد على كركوك. أما الجهة المقابلة بالمعادلة فتمثل الكرد اللي طالبون بإقالة راكان الجبوري وينطلقون من ضرورة العودة إلى ما قبل 16/10/2017. أخبار كل طرف بهالمعادلة تعكس استراتيجيته. البارحة مثلا رئاسة الجبهة التركمانية قالت أنه 150 نائب بالبرلمان قدموا طلب رسمي بحل مجلس المحافظة، وعلة هالموقف هو البدء بصفحة إدارية وتشريعية جديدة تتناسب ويا الوضع السياسي والاجتماعي والأمن الحالي، وهذا يلمح إلى حقيقة أنه أيام سيطرة الأكراد على كركوك انتهت. بس هاي استراتيجية يراد لها ذرائع، وذرائعها انعلنت بهواية مناسبات، آخرها تصريحات النائب جاسم محمد جعفر اللي طالب بيها باعتقال رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني بعد أن أعلن طالباني رغبته بالعودة للمحافظة وممارسة مهامه. وذريعة جعفر أنه قائمة التآخي اللي ينتمي لها طالباني ياما تسببت بأزمات بين مكونات كركوك، وآخر ما سوته هو تصويته على رفع علم كردستان والاستفتاء ورفض إقالة نجم الدين كريم. وخلاصة أصحاب هذا الرأي أنه أي اجتماع لمجلس محافظة كركوك بغياب التركمان والعرب راح يكون اجتماع للفتنة، وراح يجر كركوك لفرض الأمر الواقع مرة ثانية. هاي أبرز معطيات الطرف الأول بالمعادلة. طيب الطرف الثاني شي يقولوا على شنو مراهن؟ الطرف الثاني خطابه واضح وما يريد يعترف بأي تغييرات جرت وراء الاستفتاء. الأحرى أن الموضوع هنا يتعلق بالإصرار على بقاء المعادلة القديمة، كون الكرد يشكلون أغلبية في مجلس المحافظة، والنتيجة المنطقية هو عدم اعترافهم براكان الجبوري كمحافظ بالوكالة كونه قرار مو دستوري وإمكانية إقالته بأول جلسة. ريبوار طالباني هو رأس الحربة بهذا الهجوم، وأبرز سلاح استخدمه هو القول أنه كركوك جاي تمر بظرف مو قانوني ولا دستوري،
وضروري أن تخرج القوات المنتشرة بها حتى تعود الحياة الطبيعية. الإشارة ما يراد لها هواي ذكاء، المقصود هو الحشد الشعبي والحشد التركماني اللي جاي تكثر الشكاوى عليهم، وآخرها الحديث عن انتهاكات خطيرة يرتكبوها بطوز خرماتو وداقوق والدبس. والموضوع وصل لدرجة تهديد نائب بليكتي باللجوء للأمم المتحدة ومحكمة العدل بلاهاي والمنظمات الدولية الأخرى حتى ينصفون الكرد اللي جاي يعيشون أوضاع مأساوية. اي نعم، الضرب صار تحت الحزام، والكرد اللي خسروا كركوك عسكريا ممكن يستعيدوها إعلاميا وبمساعدة قوات التحالف. هذا رهانهم اليوم بدليل أنه صارت تغييرات بهالمجال، وقمنا نسمع الأمريكان يعترفون علنا بإعادة انتشار قواتهم بمحيط كركوك والمناطق المتنازع عليها. هاي كركوك وهاي مصايبها، معادلة معقدة، نصها كردي ونصها الآخر تركماني وعربي، معادلة ما يحلها إلا مدرس رياضيات أمريكي بيد اليمنى قلم وباليسرى عودة، واللي عجبه يفتهم يفتهم، والما يعجبه هم يعرفون شلون يفهمون. أرحب بكم وأناقش هذا الملف مع السيد محمد تميم رئيس الكتلة العربية النيابية، وكذلك السيد أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية وأيضا رئيس كتلة الجبهة في البرلمان. ومن كركوك ينضم للسيد شوان داودي النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن السليمانية دكتور عقيل عباس باحث وأستاذ في الجامعة الأمريكية في السليمانية. أرحب بكم ضيوف الكرام، وخليني أبدأ معكم الاستوديو لحد ما يجهز عندنا الأقمار الصناعية من كركوك وكذلك من السليمانية. هذا محمد، دعوة لحل مجلس محافظة كركوك في ظل واقع سياسي وأمني جديد فرضته، خلينا نقول فرضه يوم 16/10/2017، دعوة غير دستورية على اعتبار هذا المجلس قد يكون المجلس الشرعي المؤسسة الشرعية الوحيدة في كركوك. انتخابات 2005، ونعرف احنا من انتخابات 2005 ما عندنا غير هذا المجلس، جايين وجامعين تواقيع وتردون تحلوا ليش، وهو المؤسسة الشرعية الوحيدة الموجودة الآن بكركوك. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك والمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء عبر الأقمار الصناعية، وأيضا أخي وصديقي الأستاذ أرشد الصالحي. حقيقة يعني مرات مو كل شيء شرعي، مرات من يصير عندك سرطان في جزء من جسمك هو هم شرعي، بس تكون مضطر لقص هذا السرطان حتى تخلص من مشاكل الأكثر. هذا المجلس خلق لنا أزمة وكاد أن يؤدي إلى اقتتال داخلي في كركوك. ألم يكن هذا المجلس هو المسؤول عن قضية رفع العلم واللي كادت أن تؤدي إلى صدام بين العرب والتركمان من جهة وبين الأكراد من جهة أخرى؟ ألم يكن هذا المجلس هو الذي أخذ قرار بذهاب كركوك إلى الاستفتاء، وبعد الاستفتاء تدخلت القوات الاتحادية لإعادة السيطرة على كركوك؟ ولو لم يكن هناك أصوات عاقلة لاصطدمت القوات الاتحادية مع البيشمركة، وأيضا كان راحت دماء عراقية مزيد من لذلك. لا لا، هي هذا اسمح لي بس تسمح لي. ديمقراطية لو مو ديمقراطية؟ لا، هالمرة ما راح أعطيك مجال أبد، أنت تنطيني مجال. هالمرة اسمح لي، هالمرة هذا المجلس يجب أن يرحل. هذا المجلس خلق مشكلة الآن غير منتج. ليش هم 26 واحد من المجلس يقدر يداومون؟ هو رئيس المجلس الآن قاعد بأربيل لأن خلق مشاكل وصدر عليه قبض، يجي خلي يسلم نفسه، يجي برا نفسه أمام المحاكم، بعدين ذاك اليوم يجي. هذا المجلس أصبح غير فعال وغير منتج ويجب أن يرحل. يرحل تبقى المحافظة تدار بإدارة مشتركة بين العرب والكرد والتركمان بصيغة نتفق عليها. أما أن يبقى هذا المجلس يوميا راح يسبب إن هذا مجلس انفصالي، اللي راحوا اشتركوا منه واللي أخذوا قرار الاستفتاء مجلس انفصالي يجب أن يرحل، وسنضعه على جدول العمل ونأمل من السادة النواب التصويت مع هذا المقترح بحل هذا المجلس الذي خلق كل هذه المشاكل. هسه تقدر تحكي شيء سولف. زين، كل حد شك هذا ما يمس شرعية المجلس. احنا ديمقراطيه، انا الى الان اقول ما يمس شرعيه المجلس، بس اذا صوتت علي بالحل، اذا حليته زين. احنا ديمقراطيه ولا مو ديمقراطيه؟ شباب جهزت كركوك لو لا؟ جهز بعد؟ زين،
ديمقراطية ولا ديمقراطية سلام؟ ديمقراطية. أنا هم أريد أحله بالطريقة الديمقراطية، خو ما أريد أحله بالعصا. من حق أي عضو مجلس محافظة أن يعبر عن رأيه، وعبروا 26 عضو عبروا عن آرائهم، مو تسأل لا ها؟ وين المشكلة بالموضوع؟ وين المشكلة بالموضوع؟ نعبر 26 الآن إذا أريد يعبر الرأي يختلف عن الفعل، تعبير عن الرأي من يقول رأي هذا ذهب باتجاه فعل، وهذا الفعل يرقى إلى جريمة يحاسب عليها قانون العقوبات العراقي، يخلي يعدلون قانون العقوبات العراقي، يقولون اللي يذهب باتجاه تفتيت وحدة العراق وما يحترم الدستور نقول له أهلا وسهلا، مثل ما صار عندنا مجلس النواب، أكو نواب جاي بخلي المسدس يقاتل القوات الاتحادية ويطلع أمام الكاميرات وإجا واستقبلت رئاسة المجلس أهلا وسهلا ودخل، إذا يريد يسوون هيك قرار هذا موضوع آخر. اليوم لو جايبة وياي كان ما حصلت ولا دقيقة تحكي. أني؟ لا أني كان ما حصلت ولا دقيقة. سالفة منك وسالفة منك. لا أخو أنا ما سميت أستاذ أرشد. نعم يعني دعوة لتغيير محافظ وكم شفناها بكل المحافظات إنه مجلس محافظة أريد غير محافظة غيره، وين السند القانوني اللي ارتكز عليه مثلا بالوكالة صار السيد ركان الجبوري؟ من حق مجلس محافظة يقول اليوم إنه خلافة للدستور والقانون السيد ركان الجبوري صار محافظ، أنا عندي مجلس محافظة أختار محافظ جديد وفق أكو أغلبية واضحة، وليا كتي ما شاء الله جاي يشتغل وعنده محافظين ثلاثة تقريبا، يجوز يحسم من الأمر السيد رزقار وغيره، وين الإشكالية اليوم تقدمون مقترحات أنه المحافظ لازم يكون من جبهة التركماني أو من التركمان؟ ليش حرام عليهم؟ حرام عليهم نرجع اليوم تريد تحكي عن العرب وعن التركمان وعن جسر اليوم اريد يطينا مجال ان شاء الله 14 خلي يصير تركماني السنه 15 بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لهذه المشاهده ولمشاهدينا الاكارم ولضيوفك الاكارم في كركوك وفي السليمانيه ولكل الاخوه المشاهدين. يعني جنابك عرجت بالبدايه الى دور مجلس المحافظه وليش تحلوها كأنه إحنا نريد نحله؟ لا، أولا إرادة الشعب، هل شعب كركوك راضي عن هذا المجلس؟ قبل لا نكون إحنا قد نكون إحنا سياسيين مختلف معهم في الرؤية أو في التفكير السياسي، أو قد نحاول نزايد عليهم انتخابيا أو نريد نبعدهم حزبيا، لكن هل أهالي كركوك لو تسوي لك هسه أغلبية صامتة وتاخذ راي اهل كركوك اهالي كركوك بكل مكوناتهم مو بس بالتركمان والعرب، بكردهم عربهم تركهم حتى الاخوه المسيحيين، شوفهم راضين عن اداء المجلس ولا لا؟ طبعا بغض النظر عن من عمل ما نخفي انتخابات ما باقي لها بس ما نخفي اكو اعضاء مجالس ايضا عملوا قدموا، لكن الشكل العام لهذا المجلس اصبح غير مرغوب من قبل الشارع. خلص بالنسبه احنا لاعضائنا راضين، بس اسمح لي استاذ، بالنسبه احنا لاعضائنا راضين في جزء معين من عملهم، قسم من اعضائنا راضين عن ادائهم في مراحل معينه، لكن في مرحله اخرى ايضا احنا قد نكون ما راضين. اذا عاميه الشعب ما راضي على هذا المجلس، هذا واحد. اثنين، دعنا عن ما أشار إليه الأخ محمد أنه كان سببا في الاستفتاء في العلام في كثير من الأمور، لكن هذا المجلس اللي هو يراقب أداء التنفيذيين في كركوك، هل قدر يقول من 2005 من اللي يقتلنا، من اللي يغتالنا، من اللي يذبحنا؟ جهة رقابية موجود داخل كركوك ويعرف، وكل أسبوع يلتقون مع المحافظ الهارب في اللجنة الأمنية. طيب منو كان يقتلنا؟ منو كان يغتالنا؟ منو كان يعتدي على المواطنين في الطرقات؟ منو كان يسلبهم؟ هذا دور مجلس المحافظة اللي كان يراقب مفروض الأداء الأمني السيء في كركوك. طيب بعد كل هذه المشاكل، بعد كل التدهور والفساد الإداري، إحنا لحد الآن أستاذ أحمد لحد الآن مفاتحين ملف الاستثمار في كركوك، إحنا لحد الآن مفاتحين ملف التجاوز على العقارات في كركوك، إحنا لحد الآن مفاتحين ملف الاعتقالات التي جوبهنا. وللعلم بارحة أنا في لجنة حقوق الإنسان، يدري تسمى ملف جاي لشكوى جاي لي من بعض الأجهزة الأمنية الغير رسمية في كركوك، هل قت ملف هذه سلمت إلى المراجع لاتخاذ الإجراءات بحق مرتكبيها. فأنت تجي تقول لي ليش
نحل المجلس؟ لو كان المجلس يقدر يدير هذه الأزمة خلال هذه المرحلة كنا نقول خلي يجي المجلس ويقعد ويختار محافظ جديد ورئيس مجلس جديد. هسه ما أعرف، هسه من خلال متابعتي المجلس النواب، مجلس النواب تقريبا انتهى عمره، انتهى عمله، ايش باقي عندكم؟ انتخابات جايه شهر الواحد شهر 12 كله اجازه استاذ محمد مو؟ لا مو كله، راح نجي وكركوك قاعدين لها، لو يصير اخر قرار بالمجلس قرار حل مجلس كركوك. زين فما باقي عندكم، عندكم شهر الواحد راح تلتهم بالموازنه وراح تلتهم بالانتخابات. فما اذا صارت اذا صارت تلحقون. اقول شنو اليوم؟ اذا صارت اقول اي انتخابات؟ اي هذه بعد يراد له حلقات الكواليس والقوائم. اكو توجه استاذ محمد، واليوم سمعناه ولمسناه مثلا من تصريحات ابن عمك السيد المحافظ السيد راكان، نعم، من التقى بممثل برفة الامم المتحده البارحه العفو، اكو توجه لتدويل قضيه كركوك، وبالتحديد قبل كنا نقول انه الاكراد صديقين للمجتمع، اصدقاء المجتمع الدولي، هم اللي يردون تدويل، يردون حقوقهم. الان اكو سعي من العرب والتركمان لتدويل قضيه كركوك وجيب الامم المتحده وحاكي الجانب الامريكي هذا شيء مو جديد. الامم المتحده ربما ما عندها مكتب في كركوك وفي بغداد تابع لا يونامي، في كل محافظات العراق ما عندها مكتب، عندها مكتب في كركوك. يعني القضيه مو جديده، ولا احنا راح ذاهبين الى التدويل وغيرها، وحتى من تدخلت فيما يعرف اسمح لي بعثه الامم المتحده، اقصد الست اشهر الحاسمه اللي منها للانتخابات حتى يجي مجلس محافظه جديد. نعم، يبدو انه اكو شغل على انه تكون المجتمع الدولي مشرف عليها لايجاد حل يمشينا هالست اشهر. شوف، اي حل يجب ان ينطلق من كركوك، والحل يجب ان يكون بشراكه. عقليه ال 14 سنه هذه راحت ما عاد ترجع، التاريخ ما يفتر عجلته اللي ورا. بالطريقه اللي كانت حتى الان، هسه يفترض مجلس المحافظه او جبنا مجلس محافظه او اردنا نتفق على صيغه نجيب محافظ جديد عربي تركماني كردي، ماكو احد الان يقدر يجيب محافظ ويفوض ويتصور. حتى المحافظ اللي نفترض اجى محافظ كردي، ليش راح احنا نقبل ويرشحوننا اي واحد شلون ما كان؟ اذا ما احنا والتركمان نوافق هذه راحت القضيه. رغم اغلبيتهم داخل مجلس اغلبيه المحافظة. مو اغلبيه ما يعنينا. يريد اغلبيه لازم برضانا، لازم برضا، لان خلاص خليه يروح ينطي شرعيه مثل ما سوى بشرعيه الاستفتاء وشرعيه العلم. هذا الموضوع كركوك يجب ان تدار بالشراكه، وهذا الكلام قلناه وراح نضل نقوله. انا ما اريد اجي، لا اريد ارحل كردي، ولا اريد احد يتجاوز على كردي ولا على تركماني، بالمقابل ما اريد احد يتجاوز على عربي. اللي حصل في كركوك ب 14 سنه هسه اتكلم لك عن بعض الملفات، اذا اريد نفتح كل الملفات اكو ناس يجب ان تساق الى المحاكم مباشره، سياسيين كبار. المعروف والمعلوم انه المحافظ على الاقل اللي هسه متداولين اسمه من اصدقائكم جماعتكم اليكتي اللي تعاونوا وياكم وخلوكم تفوتون على كركوك وتفرضون واقع جديد بيها يختلف عن واقع ال 14 سنه. هذا سؤال لو لا يعني علق على هال اصدقائكم اليكتي. اي والله اصدقائنا، ولا احنا نقول الاصدقاء كل الزينين اصدقائنا، ابدا ما عندنا مشكله. وتعرف كل الزين انه مو من السهل وجوز مستحيل انه يتنازلون عن منصب المحافظ. حسان ما قايل تنازل عن المسلم، بس خليه يجيب لي محافظ اقبل به. استاذ احمد، استاذ رزقار، ما قايل لا استاذ رزقار ما تقبل به، هسه مو بالضروره يجوز اذا انا اقبل يجوز تركمان ما يقبلون، او العكس، او يجوز جزء ما اعرف ما يقبلون. اولا احنا لازم نفرق بين التوجه الموجود في اربيل وعن التوجهات الموجوده من اقطاب السليمانيه وتحديدا من الاتحاد الوطني الكردستاني. ولا شك احنا عندما نتعامل مع مجموعه تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني حقيقة أكو جناح نوعا ما معتدل من الآخرين، عاقل ويعرف مشكلة كركوكي، جناح كركوكي يعرف مشكلة كركوكي ويريد يحل، احنا نعترف بهذا. ايه، وهذا شيء جيد، وهذا اللي نعول عليه بصراحة، وهذا شيء جيد. حصل لتعول عليه بعد وجود اريد نحصل، ما يخالف، لا لا ان شاء الله. شوف خلل فني، اكو خلل فني، احنا هذا الجناح المعتدل اللي فعلا اللي كان له دور، بس اللي كان له دور في عدم إراقة الدماء بشكل أكثر في كركوك وانسحب، هذه طبعا تسجل لهم ولأهالي كركوك. احنا في نفس الوقت ماذا نريد؟ انه كأننا منتصرين، كأن الحكومة انتصرت على الكرد، لا، هذا ماكو، هذا الشيء ما موجود، هذا مجرد فرض سيادة القانون. لكن بالمقابل هذا الجناح المعتدل حتما ايضا تتعرض الى بعض الضغوطات. هذا الجناح المعتدل احنا مستعدين لا لا عفوا، جناح المعتدل كم عضو مجلس محافظه عنده داخل المجلس؟ هذا السؤال عنده. ايش قد عنده عدد؟
يعني يقدر. أنا ما عندي حساب دقيق لعدد نواب اليكتي. إيش قد عنده؟ وعدد نواب البارتي. عنده 13 تقريبا. عنده 12. المعتدل. أي نعم نعم. هذول عندهم يعني هذول موجودين. هذول ممكن إنه يقررون ما يريده بالتشاور مع نوابنا. شوف هو منو يقرر أستاذ أحمد؟ أولا القرار السياسي لدى القيادات العليا للاتحاد. احنا دائما نقول لهم احنا بالنسبه للقرار السياسي يمنا مستعدين لقرار سياسي بالنسبه لابداء راي التوجه التركماني وليس توجه فقط حزبي لإليا. لا توجه التركماني ممكن نقررها. احنا عندنا مشكله بالتوجه الكردي حاليا مختلف التوجه الكردي بين عده رؤى وافكار لكن هذا الجناح متميز ويتعامل مع العمل بمصداقية ونحن مستعدين أن نعمل معهم في تحقيق إدارة متوازنة تشاركية وصالحية قوة الجناح بعيدا عن سلطة قوة الجناح قوة ونفوذ وعدد أعضاء الجناح الكردي الآخر. نعم جيد. الجناح الآخر حاليا أكو عليه عدة علامات استفهام اللي هو قد يكون جزء من اليكتي لا 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 شوف الجناح الآخر طبعا كركوك معروف بأكثرية تنظيمات الاتحاد الوطني يعني هذا شيء واضح لكن في وقت من الأوقات أيضا كان هنالك هيمنة للديمقراط الكردستاني عليهم ولذلك تضرروا في انتخابات 2005 لأن هم دخلوا بقائمة واحدة لكن صارت هكذا لكن بشكل عام احنا ما ممكن نغفل دور الاتحاد الوطني في كركوك في هذه المناطق هم الأوسع تنظيما وأوسع انتشارا ولذلك التعامل مع هؤلاء أكثر لكن بالمقابل احنا نقول هذه القضية ما راح تحل لا من الجانب التركماني ولا من الجانب العربي ولا من جانب المعتدل من الطرف الكردي لا تحل بإجراء حوار مباشر بناء واحنا مستعدين إلى هذا الحوار واحنا رحنا إلى السيد رئيس الجمهورية أكثر من مرة قلنا له أنت راعي راعي العملية الدستورية راعي البناء واضح قعدنا تعال خل نقعد لكن ما شفنا من عنده شيء بالعكس من راح إلى كركوك أيسنا منه هاجمتوه ليش هاجمنا بس اسمح لي هاي لا 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 مو قيادي هو قيادي الاتحاد ليش هاجمنا ورئيس جمهورية ورايح الكركوك ليش هاجمنا احنا خلي اقول الشعب العراق حتى تكون على بينة حددنا 15 تركماني بلقاء مع السيد رئيس الجمهورية احنا حددناهم طلبوا من عندنا شخصيات واسماء نعم من الجبهة التركمانية من الرموز العشائرية حددناهم وقلنا لهم تروحون تلتقون مع رئيس الجمهورية ومع أعضاء مجلس المحافظة وتنطوا له هذه الورقة المشتركة سجلنا ورقة مشتركة تقدموا إلى سيد رئيس الجمهورية وإذا نحن بعدهم الجماعة ينتظرون أنه يروحون يما وإذا نشوف سيد رئيس الجمهورية يخرج في مؤتمر صحفي ويقف مع أخراكان ويتهجم بشكل ما ممكن ما ممكن نتصور أنه رئيس الجمهورية جاي إلى كركوك بدون مشروع إجا إلى كركوك لتطيب خاطر حزب هذا ما يصير يجب تطبيق المادة 140 هو يعرف أنه هذه المادة كانت سببا في الخلاف يا أستاذ أحمد هسه أنت تقول أنه مستعدين للحوار مفروض كان يجي بخارطة أخرى مفروض كان يجي يقول المادة 140 فشلت في إيجاد خارطة الطريق هذا رأيك هذا رئيس جمهورية بس هذا رأيك شلون يقول فشلت وهي مادة دستورية أخي هذا رئيس جمهورية هذا يريد يرعى مصلحة الكل واضح. لو يريد يرعى مصلحة حزب أستاذ محمد هنا أشوف أنه لازلتم تراهنون على شق الصف الكردي احنا بالعكس لو انت تقول لا والله بالعكس شلون بالعكس لا والله ابدا 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 احنا مو مع تفرقه الصف الكردي وهذا يضرنا جميعا تفرقه التركمان تفرقه العرب تفرقه الكرد ليس من من مصلحه احد لازم نراعي الجميع بعين واحده زين خلي جواب استاذ محمد اللي هسه كل ادائكم مركزين على جناح من اليكتي وتاركين جناح اخر هو الجناح الاخر ما يريدنا مو احنا تاركي هو ما يجي والبارتي كذلك والبارتي هم اصلا ما يجي ومركزين على الجماعه نفس الجماعه اللي تعاونوا وياكم الجماعه الجماعه دا يتواصلون ودا يجون ودا يتفاعلون ايجابيين مو مركزين بالعكس انا ما عندي مشكله ويا احد ولا من مصلحتي اشق الصف الكردي شنو مصلحتي تصير بيناتهم مشكله جارك بخير انت بخير جارك مو بخير انت مو بخير شنو اللي بيه صدقني لا موجود لا بجدولنا ولا بمنهاجنا ولا اريد اشق صح
لكن هو الجماعه اللي نتعامل معه او المجموعه اللي نتعامل معه يتواصل ونروح حتى لما نختلف. بس ما تقدرون تحسمون، ما تقدرون تحسمون حتى من نختلف بالاراء داخل مجلس النواب. اختلفنا على اراء في قانون انتخابات مجالس المحافظات، اختلفنا على موضوع حل المجلس او عدم حل المجلس، طرحها على الجدول او عدم طرحها على الجدول، بس ما انقطعنا، ظلينا متواصلين ونجلس حوارات. الطرف اللي تقول عليه اللي احنا نريد على الاقل او حيث ان احنا نريد، هو ما يريد يجي ولا يريد يتحاور ويانا اصلا، ما يريد يحكي، ما اعرف شنو اللي بباله وما اعرف شنو اللي منتظره من الوقت. مترهي يدري بيكم، يدري بيكم انتم هذا الجناح اللي متعاون وياكم ما تقدرون تسوون شيء تفرضون واقع لا 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 انت ربعك ده يخربطون الاتصال ويا شوان داودي حتى لا يطلع يحكي. صدق شباب هسه انا وياك نعرف شنو انا وياك ونعرف انه السيد شوان داودي من الجناح صديقكم يعني. صديقنا والله صديقنا هو والسيده زميلته النائبه الاخرى اللي يعني ما نقول زين، هو هذا جناحكم اللي معولين عليه اخواننا ونحن معولين عليهم. بالمناسبه عنده اراء متقدمه بس الحزب رفضها في وقت مبكر. نعم شوان ومجموعة مع الأخ شوان له كل التحية والاحترام، أتمنى يكون على اللي يسمعنا عنده رأي متقدم، ما كان وصلنا للأزمة اللي وصلنا لها. صحيح. هو وبعض الأجنحة لكن الحزب مقالته قبل الاستفتاء كانت مقالة مهمة. قبل الاستفتاء كانت كان عنده مقالة مهمة. لا ده أتكلم على 2009 زين، لكن بالنتيجة أنه كطرفين من أنظر لكم متفاهمين نوع ما، عندكم مشروع محدد لكركوك. لا موجود. عندكم مشروع محدد لكركوك ما يمثل كل يعني ما يقنع للمجتمع الدولي للدول الراعية هاي والجاي تراقب للأزمة. ما ممكن المجتمع الدولي يفوت على معادلة الكركوك بالتعاون مع الحكومة العراقية بدون جمع كل الأطراف. صحيح. وتعرف الطرف الآخر شنو رأيه. صحيح. وش قد تتمسك بكركوك وش تعني لكركوك. نعم. شوف أستاذ أحمد، أولا المجتمع الدولي أدرى بحقيقة المناطق المختلة ديموغرافيا سواء كانت في سهل نينوى أو في كركوك أو في طوز أو في أجزاء من ديالى، ولذلك تقرير ديمستورا كانت واضحة في إعطاء 4 خيارات لحل مشاكل المناطق المختلة ديموغرافيا أو المناطق المختلطة عرقيا والمختلفة نوعا ما من التوجهات السياسية. فمو إحنا دا نفرض هذه الحلول، بالعكس الحل المثالي الواقعي اللي هي أقرب إلى الحلول هي كانت إعطاء كركوك وضع خاص. الوضع الخاص ما إجت عبثا من عندنا ولا من طرف سياسي معين، الوضع الخاص إجت أولا استنادا إلى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية اللي كان ينطي له مو بس لكركوك، كان ينطي لكركوك وبغداد وضعان خاصا. ليش؟ لأنه مادة 58 من هذا القانون تذكرها كل زين، مادة 53 باء كان ينطي خصوصية لكركوك وبغداد. خصوصية لكركوك لا مو كركوك، لكركوك وبغداد. ليش لكركوك وبغداد؟ بغداد العاصمة ذاك الوقت كان تفسر قضية الفدراليات بحيث إذا صارت بالعراق فدرالية شيعية وفدرالية سنية حتى بغداد ما تروح للفدرالية الشيعية، تبقى بغداد عاصمة العراق لكل الفدراليات. بس من جانع الدستور، بس من جانع الدستور هاي نقلت، لا نقلت بس كركوك، بغداد صارت عاصمة. هو دا أقول أنا هسه ليش يعني دا أقول الحلول اللي إحنا جايين ننطيق مو حلول اعتباطية، حلول واقعية قسم منها موجود في قانون إدارة الدولة، قسم منها موجود في التقارير الدولية. فهذه كانت حل. ليش كان ينطي لكركوك وضعا خاصا حتى كركوك ما تروح باعتبار مورد اقتصادي وخليط من المكونات العرقية، لكن هذه كان جزء من الحلول. الحل الآخر تقرير ديمستورا، إجا الرجال شاف راح كل المناطق افترهن واحد واحد. مندلي مثلا كان الأخوة الكرد يقولون ضمن المناطق المتنازع عليها، لكن تقرير ديمستورا طلع مندلي من المناطق المتنازع عليها. تل عفر الأخوة الكرد كانوا يقولون من المناطق المتنازع عليها، راح علي ديمستورا شاف الأغلبية تركمانية قال هذه مو منطقة متنازع عليها. بقت كركوك بعض الأطراف باعتبار مناطق مختلطة عرقيا ومتنازع عليها حسب الدستور العراقي، لكن انطى حلول. من انطى الحلول أعطى الحل الأمثل أنه كركوك
يكون إلى إدارة وضعية خاصة. هو هذا مشروع كردون كركوك إقليم مستقل. شكو بيها؟ هذا مشروع. لا لا. هذا الإقليم المستقل راح يحافظ على البلد. راح يحافظ على وحدة العراق. وهذا هو نفس الآن أروح لسليمانية. عفوا السليمانية لو كركوك جزت. أروح الكركوك. سيد شوان داودي النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني. وهذا مشروع جناحكم أيضا في الاتحاد. سيد شوان أرحب بك. ونعتذر عن هذا التأخير بسبب خلل فني. هذا مشروعكم أيضا مشروع جناحكم بالاتحاد. يعني هل ممكن أن تروحون كجناح واحد بالاتحاد باتجاه عقد صفقة مع العرب والتركمان لإيجاد حل لمعادلة كركوك على الأقل خلال 6 أشهر القادمة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وتحياتي لزملاء أستاذ أرشد وأستاذ محمد. يعني كركوك مرت بمراحل عدة، وحل كركوك الذي أتت في الدستور لم ينفذ، ومجلس محافظة كركوك الإخوان تكلموا عنها. يعني أحد أسباب المجلس وضع المجلس هو عدم إجراء انتخابات في دورتين سابقتين، يعني عمر المجلس 12 عاما. وهذا أيضا الإخوان مسؤولون عن عدم إجراء انتخابات في كركوك. الآن نحن نعيش في وضع غير يحسد عليها في كركوك، وعلينا تجاوز المراحل السابقة ونبحث عن حلول واقعية ومنطقية لإدارة كركوك. نحن لم نرفض إدارة مشكلة كركوك الآن أن الكرد ما موحدين يعني تجاه معادلة جديدة لوضع كركوك. البارتي عند رأي واليكتي عند رأيين أو ثلاثة. إذا نأتي الآراء مختلفة، هناك آراء مختلفة عند الأخوة التركمان أيضا وعند أخوة العرب أيضا، يعني آراء مختلفة موجودة في كل المكان. آراء مختلفة توجد في داخل حزب واحد وكتلة واحدة وداخل في عائلة واحدة توجد آراء مختلفة. هذا لم يمنع بذهابنا إلى الحوار و إلى وصول إلى تفاهمات وحلول لإدارة كركوك. وعلينا أن نبحث قضية كركوك في مرحلتين. المرحلة الراهنة كيف نوصل إلى التوافق لحل لإدارة المدينة، والمرحلة الثانية كيف نوصل إلى حل نهائي، نذهب إلى حل نهائي لموضوع كركوك. لم يبقى هكذا موضوع كركوك، لأن بقاء كركوك في وضعية هذا يعني معلقا سيتضرر بها كل مواطني كركوك كردا عربا. إدارة كركوك استاذ، إدارة كركوك خلال المرحلة منا لحد الانتخابات الجاية، وجهة نظركم بالاتحاد الوطني الكردستاني شنو هي؟ نحن مع إدارة مشتركة ومع توافق ومع شراكة مع الإخواننا العرب والتركمان، لكن حسب الدستور وحسب الاستحقاقات الانتخابية. يعني لا نريد حلول خارج نطاق الدستور، يعني خارج الدستور يسمح لمجلس النواب يعني التصويت على حل مجلس أي محافظة. هل الاتحاد مع حل مجلس محافظة كركوك؟ نحن لسنا مع الحل لمجلس محافظة كركوك، وتباحثنا مع الإخوان هذه المواضيع، وأكو آراء متباينة. حتى الآن الأخوة جزء من الأخوة العرب وجزء من الأخوة التركمان في مجلس محافظة كركوك ليسوا مع حل مجلس محافظة، وأعلنوها بمؤتمرات الصحفية وحضروا جلسة وصار بين نصاب واتفقوا على التشاور واستمرار في التشاورات للوصول إلى حلول مرضية لكل الأطراف. بس بالنتيجة أكو 150 توقيع جمعا، واحتمال بأول اكتمال نصاب يجوز ينحل المجلس حتى قبل إقرار الموازنة. يعني حل المجلس ليس حل لقضية كركوك. نحن علينا أن نبحث عن حلول لقضية كركوك. حل المجلس
أو يعني غبن أي طرف من المعادلة لم يحل قضية كركوك. علينا أن نبحث إلى حلول واقعية ومنطقية وقانونية ودستورية وليس فرز الإرادات. واضح. أكو حل أستاذ محمد، حل أنه تجي القوات الأمريكية تلزم تقعد بكركوك وتشرف على الإدارة المشتركة. هذا مين هذا المقترح؟ والله ما ادري، انا ما سمع عن ذول مره اسمع. لا اسمع اسمع مني. ما اعرف يعني هو قوات امريكيه وتنزل وتشرف وتساعد على يعني شوف، هو هم كانوا موجودين مستشارين قبل 16/10 كانوا موجودين في مطار كركوك، بعدين راحوا، وبعدين يبدو السلام بدت عودتهم الان، وجوز شويه بعدد اكبر ممكن، ما ادري، دا اسمع يعني منكم الربعه كان من الاعلاميين إيه، بس ما اعرف شنو الهدف وما وراء. هو بالعكس يعني سواء موجودين او ما موجودين، مثل ما قال الاستاذ شوان، اولا الحل يجب ان يكون حل تكاملي، والحل يجب ان يكون حل يرضي كل الاطراف، ويجب ان تكون هناك جديه، ويجب ان يكون هناك جهه راعيه. احنا الى الان ما يعني تحدث قبل قليل الاستاذ ارشد عن امنيته بان يكون السيد رئيس الجمهوريه راعي لمشروع، نجي الى الان احنا خلينا نقول ما بيناتنا حاجز، صح اكو نوع من التفاهم والتوافق مع الاستاذ شوان، مع الجناح اللي ينتمي للاستاذ شوان، لكن الى الان لا اني ولا استاذ ارشد ولا استاذ شوان نعرف شنو الخطوه القادمه، حتى لو حلينا المجلس احنا باكر افترضنا. لذلك امريكا الصديقه، نعم امريكا الصديقه، العراق 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 اي جاي تحس انه كركوك وضعها حساس وخطر وينبئ بمشكلة، نعم، فدازة مجموعة من القوات الأمريكية على حدود كركوك، على تحكم كركوك، داخل كركوك، مطار كركوك. أخاف أزعجهم الاتفاق بين حكومة الإقليم وشركة روسيا مع النفط ودزهم. يعني أقول 20 سنة بغض النظر عن الدوافع، بالنتيجة المنطقة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. المنطقة مهمة دوليا، والدليل اليوم حتى الرئيس الفرنسي يريد يدخل ببساطة وعم يطرح طروحات غريبة جديدة من المنطقة، يعني احنا حتى احنا قد يكون لنا موقف حتى من مو اعتراض على دخوله على الخط وإيجاد حل بين بغداد وأربيل، بالعكس احنا نريد الحل حتى الأمور تستقر. ترى الأمريكان جدد على القضية الكردية، يعني الفرنسيين هم رعاة القضية الكردية من زمان، يعني بس ما قايل ما معترضين بس الإنجليز أيضا، بس الطروح بده يطرحها اليوم يعني إن صدقت يبدو مضلل حتى بالمعلومات. على كل احنا نحتاج إلى جهة راعية حتى لو كانت الأمم المتحدة، ونحتاج إلى أن نذهب بحل، ما ممكن نترك وضع كركوك بهذه الطريقة بصراحة، ولا أريد يترك بهذه الطريقة نهايات سائبة وغير واضحة وغير واضحة المعالم. مثل ما فصل سادر شمت، ما فصل سادر شوان بين مرحلتين، مرحلة الإدارة الحالية ومرحلة الحل الطويل الأمد النهائي لموضوع كركوك. خلينا نركز بهذه الست أشهر، وممكن أدخل مداخلة قبل السؤال لأن كلش مهمة. قد طريقة التعامل، تعامل الحكومة مع مشاكل العراق بتركها أنها تتآكل قد تكون صحيحة، لكن كركوك الوحيدة ترك مشاكلها ما تتآكل، ترجع تنمو، ولهذا ما تريد ترك. احنا تعلمنا حقيقة من السيد رئيس الوزراء تعامل مع الكثير من المشاكل بالترك إلى أن هي تآكلت، وكان هذا حل ناجح في كثير من المشاكل اللي تعرض لها العراق من 2014 إلى اليوم. كانت حلول، كانت حكمة بصراحة، رغم احنا كنا نعترض ومرات نطلع نصيح ونهوس، بس بالنتيجة يطلع رأي السيد رئيس الوزراء هو الصحيح. تنحل وحدها، تنحل وحدها، تتآكل المشكلة شوي شوي إلى أن يصل للي يريده بسكتة، بدون لا مشكلة ولا جعجعة ولا هوسة ولا أي شيء، تصل الأمور بالحل. لكن قد تكون كركوك قد تكون مختلفة، وهي حقيقة دعوة للسيد رئيس الوزراء أنه كركوك قد تختلف، لهذا تحتاج اهتمام. الدليل أنه تعقدت خلال 14 سنة الماضية لأنها تركت، لهذا الآن كركوك ما تريد تترك. باقي استراتيجيته بترك المشاكل كانت حقيقية 100%، بس في كركوك لا، نتمنى أن يتدخل حتى نحل مشاكل. استاذ رشيد، خلينا نوصلها الست أشهر، خلينا نوصلها للانتخابات. زين، انطيني السيناريوهات المحتملة لإدارة كركوك خلال هاي الستة أشهر، إذا الله سهل وصار قانون خاص أو صارت فقرة للقانون وتم التصويت النهائي على قانون انتخابات مجالس المحافظات وصارت انتخابات. شلون نقدر نوصل؟ بأي آليات؟ أولاً أنا ما قلت فشل، قلت كنا نتمنى هذا المانشيت. قلت نتمنى كان يرعى الحوار، بس مثل ما قال يا بغيروه، يعني قلت نتمنى ان يرعى الحوار، هذا اللي قلت غيره نتمنى. اليوم اليوم حامي علينا استاذ، لا مش تذكركم رقيب. اولا استاذ احمد، ازمه كركوك هي مو جديده، لانه كركوك تعرضت الى التغيير من قبل 2003،
فإذا حتما بها مشكلة. والمشكلة الأخرى كانت ما بعد 2003، إذا تعرضت كركوك إلى هذه التغييرات السكانية والجغرافية والبشرية حتما بحاجة إلى حلول، وهذه الحلول أسبابها واضحة، ممكن نصل إلى خارطة الطريق، لكن ليش صارت هيتي؟ أسبابها دوافعها اقتصادية، مكامن النفط، مصادر الطاقة، كركوك وين ما تروح العراق تذهب إلى هذاك الطرف، هذا شيء واقعي مو شيء جديد. لذلك عندما يجي الأمريكان إلى المنطقة كأنه موجودين من فترة، موجودين مو بس في كركوك، في سنجار، في قاعدة سنجار، في الحبانية، في كركوك، في قاعدة البكر، في سبايكر، في كل هالقواعد الأمريكان موجودين. نعم ده نسمع بين فترة وفترة دخول الفرنسي إلى الخط، هذه احنا مخلين عليه جزء من علامات استفهام كبيرة. يعني هسا مثلا زيارة الأخ نيتشيرفان بارزاني إلى فرنسا وإعطائها منك أيضا دلائل كأنه هم ليس مع الحلول وإنما مع تعقيد القضية. لا تعقدوا القضية، حكومة أربيل الأخوة يعني في قيادة الديمقراطية خلي لا يعقدوها. حل فرنسا على على قضية أشمل وأكبر، يعني قد تكون كركوك جزء من عدها. نعم هو تطرق إلى حلول أنه تدار هذه المناطق بشكل مشترك ما بين الإقليم وبغداد. هذه أخي هو كانت سبب المشكلة. أنت تجي بعد الاستفتاء يعني تريد تفرض. إذن شنو السيناريو اللي ببالك؟ تريد تديرها وحدك كحكومة؟ ليش أنا لوحدي؟ كتركمان؟ إحنا كحكومة اتحادية؟ لا عاد. أولا كركوك قلنا له عندها تركيبة خاصة. هذه التركيبة الخاصة يتطلب إدارة تشاركية. إدارة لكل خلال هذه الفترة ممكن إحنا نحل مجلس المحافظة. شوف انتوا اذا ظلينا احنا نشلب بالمسائل القانونيه، اكو قانون يتحكم به قانون 71 لسلطه الائتلاف برايمر 71، اذا شلبنا بالقانون 21 اللي الزم كركوك نفسه، مجلس هذا المجلس الزم نفسه انه يطبق القانون 21، حتى القريبين منكم من الياكاتي استاذ شوان مشكلة. إذن يقول لك انا ضد الحل. لا هو الرجل ايضا اشار الى الجميع يريد حل، ترى الكل اللي يريد يحافظ على دماء الناس يكون مع الحل، اللي ما يريد يحافظ على دماء الناس لا مو مع الحل. الحل مو باستغلال الوضع الجديد بعد 16/10 وفرض هاي بالعكس استثمار قوة المركز. ابدا هذا مو استغلال. اولا الاخوه في الاتحاد الوطني الكردستاني موجودين في أجهزة الدولة، سواء كان في الامن، سواء كان في الشرطة، سواء كان في بغداد، في كل المفاصل الرئيسية في دوائر الدولة موجودين. إذن إحنا عندنا حالة وقتية لإدارة ملف كركوك، عندنا عدة طروحات نقدمها، قد نتفق أو قد نختلف. ممكن مثلا جزء من المقترح كان صحيح أنا أطلب المحافظ يكون تركماني، الأخ يطلب العربي، هذاك يطلب كردي. طالما لم نصل إلى حلول أكو حلين، حل ممكن نتفق عليه اتفاق جنتلمان، اتفاق سياسي بيننا، أنه تكون تداورية خلال هذه الفترة، مداورة 3 أشهر محافظ تركماني، 3 أشهر كردي، 3 أشهر عربي، ويكون الرقيب عليهم 6 أعضاء من مجلس النواب يراقبون أدائهم بكركوك. هذه ممكن حل. الحل الآخر ممكن أن نتفق على صيغة أنه 3 محافظين. هذا النظام موجود الصور حتى في إيرلندا، طبقت في وقت من الأوقات لو في بروكسل، الصور في أحد البلدان اللي تعرضت إلى هذه الأزمة أيضا طبقت، يكون 3 محافظين بنفس الصلاحيات بنفس المستوى، هذول يديرون كركوك خلال هذه المرحلة، وتكون عليهم أيضا الجهة الرقابية 6 من أعضاء مجلس النواب يراقبون هذا الأداء، يراقبون هذا الأداء من هنا للانتخابات. هذه ممكن وتكون الإدارة توافقية، هذه جزء من الحلول. كاكشوان شنو رأيكم؟ شنو رأيك الاتحاد بهاي المقترحات؟ والله يا أستاذ أحمد ولو أنا ما أخذت حقي في البرنامج، والله حقك، لكن نحن نبحث عن حلول دستورية وقانونية. أي حل خارج نطاق الدستور وخارج نطاق القانون يرجعنا إلى مربع الأول. يعني أستاذ أسد راح يقول 6 نواب من المجلس يكون مشرفين على الإدارة الثلاثية، وهذا أيضا يعني
أخذ حق النواب الآخرين، يعني كركوك عندها 13 نائب، ليش 6 نواب يأخذون؟ حتى كل مكون نائبين، يعني أكو استحقاقات انتخابية. نحن لا نريد أن نفرض إرادتنا على الإخوان أي مكون آخر، لكن هناك استحقاقات قانونية. علينا أن نذهب إلى تغيير الدستور في الوضع، ما دام أكو دستور موجود. وكركوك وصلها إلى هاي الحالة، الاستثناءات، استثناء من انتخابات، استثناء من تعيينات، استثناء من الملف الأمني. هاي الاستثناءات وصل حال كركوك إلى هذه المرحلة. وبالمناسبة أنا أؤيد أستاذ تميم بما ذكره عن السيد رئيس الوزراء ودوره حول كركوك. يعني هذه الدور لرئيس الوزراء لموضوع كركوك لحد الآن لم يلتقي بنواب كركوك عمدا ليتحدث معهم ويناقش معهم موضوع كركوك. يعني موضوع كركوك ليس من السهل إهمالها بهذا الشكل، ليس كشكل محافظات أخرى. على وليس يعني الرئيس معصوم من أتى إلى كركوك، تحدث دستوريا. رئيس الوزراء لم يخطي كخطوة كهذا. أيضا هناك الآن وضع يجري في كركوك، وضع غير مريح وماكو رؤية واضحة. الحكومة يقول نحن جايين على فرض القانون وتطبيق الدستور، يعني لا توجد هناك تطبيق دستور وفرض القانون ليس يكون كهذا. الأخوة في مكتب الإعلامي في الجبهة التركمانية في أحدى بياناتهم يعتبروها تحرير وليس فرض القانون. وما يجري في الأرض حاليا هو يعني بمثابة تحرير وليس في مثابة فرض القانون في كركوك. وليس مدينة كركوك وحدها، هناك وضع خطر في دوس خرماتو، وهناك وضع مقلق في قضاء داقوق على صلاح الدين. ونحن راسلنا على صلاح الدين، ونحن نحن مربوطين. يعني داقوق ودوز بيناتهم 10 كيلومترات بين هو دوز اصلا نواب دوز يتدخلون في كل قضايا كركوك، وعلينا نحن ايضا من حقنا نتدخل في قضيه دوز. بالنتيجه كاكشون شنو المشكله عند الكورد أن يبطل سيد راكان جبور يدير هاي المرحلة الانتقالية إلى الانتخابات القادمة؟ وين المشكلة؟ نحن زرنا سيد راكان الجبوري وتباحثنا معه وكلمنا معه بصراحة. قلنا له إن السيد دكتور نجم الدين في سنين أولى عندما كان يشتغل مهنيا محافظا كان الشارع الكركوكي راضيا عليها، وعندما حول عمله إلى السياسة وتدخل في شؤون النفط تغيرت القضية. وكلمنا معه أن يشتغل مهنيا حتى نقدر نساعده وندعمه. للأسف أستاذ راكان أيضا من بداية عمله يشتغل سياسة وليس يشتغل كمحافظ، ويشتغل كمحافظ وعدها مجموعة قرار وعدها مجموعة قرارات ولديها مجموعة قرارات لو ليس تدخلات الأخوة في الجبهة التركمانية أستاذ حسن أستاذ أرشد وليس ضغوطات. يعني هذه القرارات قرارات خطيرة وتكون عاقبتها أخطر في لمدينة كركوك. جيد، شنو آخركم إذن على حسب الأمر وإقالته واستبداله بمحافظ كردي؟ يبدو المشكلة داخلية أيضا عندكم. نحن علينا يعني نذهب إلى حلول توافقية. الآن توجد نصاب في مجلس محافظة كركوك رغم غياب الأخوة في الديمقراطي. علينا نتحاور مع الأخوة التركمان وأخوة العرب لنجد حلول آنية لإدارة المحافظة خلال هاي الفترة إلى ما نوصل إلى انتخابات. هذا الحديث نسمع تقريبا نفتح أصار شهرين تقريبا، أقل الشهرين نسمع أن الإدارة نتفاهم ونتحاور وندير المحافظة يوم بعد يوم جاي نسمع أنه وضعها الأمني وضع يعني مو مستقر مو مريح. زين شو وقت راح تقعدون وهي الفترة الانتقالية كلها 5 أشهر للانتخابات إذا صارت هذه المرة الثانية؟ يعني موعد الانتخابات لحد الآن ليس
يعني معروفا ويعني نذهب الى الانتخابات ام لم نذهب هذا شيء اخر، لكن وضع كركوك الاني غير مرضي لنا، وانا يعني اتصور ليس مرضيا لاطراف الاخرى ومكونات الاخرى. الوضع قلق، يعني الوضع اداريا قلق في كركوك. الوضع قلق، هذا ادعى استاذ ارشد الحوار يصير اسرع، واستاذ محمد مسؤولين على ايجاد حلول. جل. سمعنا حلول الكرد وسمعنا حلول التركمان، بس حلول العرب شنو بالنسبه لك؟ احنا قلنا انه لا زلنا حل انفرادي او احادي ما يصير حل منفرد. انتوا هسه رايحين بحل انفرادي؟ وين رايحين بحل انفرادي؟ احنا دعنا، احنا دعينا من مبكر الى الاداره المشتركه الى الشراكه، ودعينا الى اخر. شنو الحل اللي رايحين بيه منفرد؟ رايحين بيه جالس يستثمرون نشوه بغداد ونصر بغداد على والتحرير مثل ما سماه كاكشوان، ومثل ما قال انه حتى بيان نعم. التركمانيه تحرير. نعم. استخدمونا هذا مع جناح من احنا الى الان، احنا الى الان على الاقل كعرب ما طلع عندنا في بيان قلنا التحرير، قلنا اعاده فرض القانون، وهذا انا مسؤول عليه. اما ما لا مستثمرين نشوه، احنا اولا عوائل، اولا متصاهره، اصدقاء، اهل، ما عندنا هاي الاشكاليه. دخلت بها قضيه سياسيه ودخلت اطراف. انا ما اريد اسب كل لقاء هم جايب طاري نجم الدين، وكانوا صاير نجم الدين، ما اريد اجيب طاري باللقاء. لكن مثل ما قال من اشتغل بالبدايه، قال الاستاذ شوي من اشتغل بالبدايه صوتوا له العرب، صوتوا له تركمان، صوتوا له اكراد. بس من تدخل السياسه بعمله الاداري خرب الدنيا. انه شنو اضاف لها قضيه اشكالات النفط وتجاره النفط وتهريب النفط والدخول على خط النفط، زاد الطين استثمارات العقارات، وبحيل هذا استثمارجي سوانا هاي المشكله اللي تعقدت. ومشكله كركوك مثل ارجع اكد من تترك تتعقد، لازم تظل متابع مشروعنا. لا يزال الاداره المشتركه جيد بما نتفق عليه بشراكه مع الكرد والتركمان والعرب والمسيحيين هم اللي يحددون الكركوك. نريد ان شخص كركوك يجي يديرها منين ما يكون، من اي مكون. وانا اعلنها الان، انا ما عندي تمسك الا يصير المحافظ عربي او كردي او تركماني. انا اريد يجي شخص كركوكي لا يشتغل للسياسه. تجربه نجم الدين ما اريد اكررها، نقطه راس سطر. ولا تخليني اعيد اسم نجم الدين النوب، ما اريد اسولف. واضح. خلينا اسال الاستاذ ارشد عن دور الحكومه الاتحاديه. الحكومه الاتحاديه ايش تقدر تسوي وما سوتها فيما يخص كركوك وقضيه كركوك على الاقل هاي الست اشهر لحد ما نوصل الانتخابات؟ نعم. اولا بالنسبه لرئيس الوزراء، رئيس الوزراء مدى يزور كركوك؟ ليش ما يزور كركوك؟ وإذا زارها ايش راح يسوي؟ يزورها بدون مشروع مثل ما كان رئيس الجمهورية قبل قليل؟ هو دا أقول رئيس الوزراء مدى يزور كركوك لسببين. أولا ما يريد ينطي انطباع كأنه هو المنتصر على الإقليم وسيأتي إلى كركوك بحجة المنتصر. وهذه تحسب له. هذه عقلانية. ما يريد يدخل كفاتح حقيقة. هذه عقلانية من رئيس الوزراء خلال هذه الفترة. احنا قبلها طلبنا، آني أكثر من مرة انتقدت الأخ العبادي في عدم زيارته إلى كركوك قبل هذه الفترة. قبل 16/10 انتقدت أكثر من، قلت له أنت رئيس وزراء العراق، لو انت لو بكركوك ما عندك في بالك. اكثر من مره انتقدته وتهجمته بشكل واضح. لكن بعد 16/10 راح تكون برساله سلبيه. الرجل مدى يجي ما يريد يثير مشكله قبل ما تتوضح عنده الخارطه. السبب الثاني انه ما عنده مشروع. نعم، الخارطه الاداريه. الرجل ما يريد يفرض شيء مجبرا على الكرد وعلى التركمان والعرب، لذلك يريد نتفق. احنا التقينا قبل فتره، التقوا ايضا، احنا التقينا قلنا له شنو خارطة طريقك؟ قال يعتمد عليكم أنتم الكرد والتركمان والعرب، شاركوا بياناتكم بمشروع وأنا أدعم المشروع التي أنتم تتفقون عليه. إذا هذه مشروع مهم جدا. بالنسبة لتصريح لإدعائها بأنه إحنا كتبنا في بياناتنا من الجبهة التركمانية تحرير، أنا باعتقادي هذا التحرير ما موجود في خطاب الجبهة التركمانية في بياننا. أتمنى أيضا أن نعم كانت قاسية نوعا ما في بعض النقاط باعتبار مورست علينا بعض السياسات العنجهية من قبل بعض الأجهزة المتنفذة، هذه صارت علينا. لكن لا، ما ممكن نسميها تحرير. أولا كركوك ما محتلة من قبل، هاي وضحتها. خلينا بهذه الطريقة، عندي دقيقة ونص دقيقتين من ظلم وياي اليوم كاكشوان، أريد أروح له وأقول أنه مو بس أمريكا تهمها كركوك، إيران أيضا تهمها كركوك كاكشوان، وإيران أيضا قد تكون مؤثرة بحكم صداقتها المتينة مع أطراف مؤثرة في كركوك. تتوقع ما تأثير تدخل الإيراني على ملف كركوك؟
والمشكلة كركوك تدخلات ليس دولية فقط، أقليمية أيضا، ولتركيا أيضا تدخلات، ولإيران أيضا تدخلات، ولدول المنطقة، وحتى في السعودية والدول الخليج لديهم تدخلات في شأن كركوك. يعني ومشكلة الأساسية لكركوك هو مشكلة النفط الموجود في كركوك، وال ذكرت كل دول العالم كاكشوان، وما ذكرت إيران. أنا سألتك عن إيران كاكشوان، بقى نفل لا، وإيران موجودة أيضا. يعني قلت دول الأقليمية إيران وتركيا، قلت دول الأقليمية إيران وتركيا، وحتى الخليج أستاذ أحمد. يعني كركوك هو مشكلة نفطها، وبالأساس هو صراع بين الشركات الكبرى للنفط، بين روسنفت، بريتش بترول، شيل، يعني تدخل فرنسا، موضوع شركة شيل، وموضوع أكسن ميبيل. يعني في 16 يوم عندما استلمت الحكومة العراقية آبار هافانا وباي حسن، يوم 17 سلمها إلى بريتش بترول. يعني هناك مواضيع اقتصاد، مواضيع نفط، تدخلات أقليمية دولية، عندهم دور كثير في موضوع تعقيد أو حسم ملف كركوك. زين، طولنا فيسبوك، طولنا فيسبوك، شن نفطات هاي؟ خلنا نفطوا بكركوك. والله الأجيال راح يكفرون. أقول شن نفطات اللي عمت على الزلازل وعلى الشعب. والله الأجيال القادمة راح يكفرون بينا من هالقة ما باقي النفط بكركوك. هو أقول لك بقى نفط؟ ليش هو نفط؟ كلها راحت. نفط كركوك ونفط البصرة هو يسد ديوننا، يسد ديوننا. جايتنا موازنة كلها اقتراض، كلها ديون، حيل. أسفنا على هذا. في كاتبة تقدر تقرا لي إياها. الاسم الفوق هذا أول واحد. كركشت. كركوكلي يراليوم، يعني كركوكلي مجروح. كركوكلي يراليوم، كركوكلي مجروح. كركوكلي مجروح. اي نعم. زين، هاي لو بقي علي تخلص الحلقه ما اقدر اقراها. لازم تتعلمون تركماني يا اخي، ما يصير. زين. لا اعتقد بان المجلس الذي شارك 26 عضو منه في اجراء الاستفتاء ورفع العلم الكردي سينفع كركوك بشيء، لذا من الجيد حله سيفيد كركوك أكثر. والانتخابات المحلية يجب عدم إشراك الذين أتوا إلى كركوك بعد 2003 في الانتخابات لوجود تغيير ديموغرافي واضح بالنسبة لعدد السكان في كركوك. كريم سعد، زين، السلام عليكم. لا ينفع كركوك في الوقت الراهن إلا انتخابات محلية بإشراف رئاسة الوزراء لحل جميع المشاكل العالقة فيها، لأن نزول قوات التحالف ينذر بخطر محيط بكركوك. فالأمر لا يقتصر فقط على طوش خرماتو، الأمر يحتم ويلزم رئاسة الوزراء التعامل مع ملف كركوك بأولوية خاصة، حيث المشاكل فيها كثيرة وكلنا نعلم ذلك، لتنوع قوميات، فهي أكبر مثال للتعايش المجتمعي. وعلى حكومة الإقليم التعاون مع حكومة المركز وحل جميع الخلافات بما يخص كركوك، ولتستقر كركوك كرة النار الملتهبة التي يخشى الجميع منها. تحياتكم، حياكم الله. منو؟ أي وشامنت كاكي مو صحيح انا قريته هذا عليك. زين، كركوك برميل بارود كاكي. لم تنفجر هذا البرميل لحد هذه اللحظه، لكن ستنفجر اذا استمر اوضاع كركوك وطوس خرماتو بهذه الحاله، وخاصه حرق وتفجير بيوت الكرد في قضاء طوز. اما بخصوص جمع تواقيع لحل مجلس محافظه، خطوه خطره ايضا لتهميش الكرد في المحافظة، لأنهم يشكلون الأكثرية من الأعضاء في المجلس. شكرا لكم على هاي التعليقات. شكرا لك سيد محمد تميم، سيد أرشد الصالح، شكرا جزيلا لك. سيد شوان داود، شكرا جزيلا لك. أعتذر جدا للدكتور عقيل العباس بسبب الخلل الفني اللي ما انضمنا عبر الأقمار الصناعية من السليمانية. شكرا لكم، نشوفكم باكر. شكرا.